ان شاء الله. ايش افضل حلول للنصر بكره امام القوه الفنيه للهلال؟ انه يعطيه الكوره، يترك الكوره مع الهلال زي مباراه الاياب في الدوري، يترك الكوره مع الهلال ويلعب على اللعب المباشر ويستغل الفرص طبعًا. ولا جاري الهلال ويمسك الكوره ويلعب معه؟ مش هتعرف تجاري الهلال. خلينا نتكلم. ما بص يا ابو جود، اما المدرب عشان يبين ويوضح قوه الفرقه بتاعته لازم تخليهم في الكومفورت زون بتوعهم، يعني الحاجه اللي هو مستريح فيها. انت لما شفت اربع ماتشات قبل كده لما النصر حاول يبقى معاه الكوره ويضغط ضغط عالي، حصل له مشاكل كتيره جدا في المنطقه اللي تحت، اللي هي لما الهلال بيطلع بالكوره كويس بيعرف يفضي المساحات، فبيعرف يوصل. المساحات بتكبر بتاعت فريق النصر لما بيطلعوا بالضغط، فالمساحات كبيره فبتبين مشاكل النصر الموجوده. انت شفت الماتش اللي فات بعد رابع مباراه النصر تنازل عن كبريائه، ومش عيب في الكوره، ده مش عيب. يعني مش معنى النصر يتنازل عن كبريائه ان ده عيب في الكوره، بالعكس. انا دلوقتي عاوز اكسب، كبريائي مش هيوصلني لحاجه، كبريائي ممكن يخسرني. فانا شايف ان هو يسيب الكوره زي المباراه بتاعه الدوري بالظبط، ولكن عليه استغلال الفرص اللي تجيله. دي كانت نقطه مهمه جدا الماتش اللي فات. لو افتكرت الماتش اللي فات ابو جود هتلاقي في الدوري وصل النصر كتير لكن ما عرفش يخلص. ياسين بونو شال كام كوره، فينش بتاع المهاجمين بتاع النادي النصر ما كانش كويس، لان ما تامنش للهلال وانت 1-0، حتى 1-0 و0-0 الهلال هيفضل يحاول وتعادل في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 90 تقريبا، او داخل في اخر خالص في اخر دقائق. فانا شايف من وجهه نظر شخصيه سيب الكوره، ما فيش مشكله، انزل تحت، ولكن او زي ما قلت اهو التحذير الكبير جدا للنصر ان هو ما ينفعش الهلال يضغطه وينزله تحت في اللو بلوك في الدفاع المتاخر. لو وصل للدفاع المتاخر هتطلع بصعوبه جدا. ليه؟ حتى لو طلعت شوف المسافه اللي بتتقطع من 18 بتاع فريق النصر لل 18 بتاع فريق الهلال قد ايه؟ هتتكلم مش اقل من 60 متر. فانت تخيل لو كل كره تطلع بيها من 60 متر اربع خمس كوره هتلاقيك انتهيت بدنيا. والهلال عنده القوه البدنيه ان هو يعرف يضغط عليك ويخليك في وسط ملعبك. اللي لازم يبدا يشتغل عليه النصر ويقاتل عليه هو الميدل بلوك.